والتمثيل عن نفسه. سنتعشى كرامي، تغدى كرامي، روح فلوا فتشوا على وطن. تمثيل الناس بالنيابة، التمثيل الفن والتمثيل عن نفسه. تمثيل الفن شغلة طبيعية، هواية وموهبة. التمثيل النيابي هو أنك تمثلي الناس، تكوني صوتهم بالندوة البرلمانية، يعني صوتهم بالدولة. والتمثيل عن الناس هو الكذب، وهيدي السياسة اللي هي أشرف شغلة بالكون، يعني سياسة الشعوب والمجتمعات والأوطان هي أشرف مهنة بلبنان. السياسة تمثيل عن الناس يعني كذب. أحد المسؤولين بحزب الله بيقول لهم الأوطان، أساس الأوطان مش الأمعاء، الأوطان الكرامة. في يقول له مثلا سنتعشى كرامي، تغدى كرامي. أنا موجود بلا وطن وبلا دولة، وأسباب اللا وطن واللا دولة معروفة، وهي أنه الدولة منا ممسوكة. بتأمل آخر أصوات من الكتاب، لأنه في ناس كتائبيين اللي عم بيعطون أوامر لهم الحزب، واللي هاو لما كنا نحن وياهن عم نموت، عم ينزف دم، عم نشيل دم لنعطي بعضنا، عم يموت رفقاتنا قدامنا، هاو كانوا بعد ما خلوه. مع احترامي ومحبتي للسيد استاذ سامي جميل، علاش يتذكروا هالايام دكتور سعيد طلب مني وحب اني انا اكون على عهده، حسيت حالي انا رح اكون بمطرح انا بحبه، بس بشكل خاص عن دكتور سعيد للموت. أنا شخصياً سيد دكتور فارس سعيد منشح وحده، ودو جيب 10 أصوات من الحاصل، سد صوتي يكون 11 بأناعتي. إذا عرفتوا انتخبتوا للناس اللي بدها تغير إلى مستقبل لبنان، يعني ليكون في دولة بلبنان، ولبنان من دولة يصير وطن، ينتخبوا للقوى السيادية. الشباب اوعى منكم حدا يفكر يرجع هلأ قبل ما يصير لبنان دولة فيها سيادي ودولة. واللي موجودين هون بقول لهم لما بتسمح لكم الفرصة روحوا فلوا فتشوا على وطن.